فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: شخص أصيب بحادث سيارة مما أدى إلى كسور في العضد والركبة والقدم، فكيف يتطهر من الحدث الأصغر والأكبر علما بأن القدم عليها جبس؟ مسألة الجبس يمسح عليها، يمسح عليها ويكفي، ولكن إذا كان يشق عليه الوضوء ويشق عليه الاغتسال إنه يتيمم والحمد لله. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، وإذا كان لا يشق عليه فإنه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح، يمسح على الضماد أو على الجبيرة التي أو على اللصوق الذي على الجرح ويكفي. نعم.